بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يوم الأربعاء 11 أكتوبر لسنة 2023. عندنا القطط السيامي الكارثة اللي الناس بتدور عليها بقالها سنين. أصل القطط في مصر. فعلا إحنا في مصر زمان جدي وجدتي وجدودنا كلنا ما كانش بيربي في البيت إلا القطط السيامي. ما كانش بقى حد يعرف القطط الشيرازي ديت ولا الهيمالايا ولا التركي ولا الكلام ده. كانت في مصر القطة اللي شعرها قصير اللي ودانها سودة ورجليها وإيديها سودة وديلها اسود. القطط اللي عندنا النهاردة 4 قطط سيامي. انا حاطط بس الهيمالايا دي معانا عشان نوريكم الفرق ما بين التزاوج اللي تم من القطة السيامي اللي هي شكلها بني ودانها بني، وكمان ما بينها وما بين القط الشيرازي اللي بيتميز بطول الشعر. فجبنا القطة الشيرازي اللي شعرها طويل مع القط السيامي اللي شعره قصير ولونه زي ما انتم شايفين متعرف عليه. طلعنا القطة الهيمالايا. يعني ايه يا جماعة؟ شايفين القطة الودن يعني زرقاء، الشعر بني، الديل اسود، الودان سودة، وهنا السيامي بقى الاصلي اللي هو اصل القطط في مصر عندنا. انا هوريكم دلوقتي القطط المتاحة عندنا الوانها بالنسبة للسيامي ولاد ولا بنات. اول قط معانا ده ولد زي ما انتم شايفين الشعر قصير. يعني الناس اللي بتشتكي من القطط اللي شعرها بيقع في الارض وفي السجاد، لا، القطة السيامي قطة ذكية جدا جدا جدا، قطة شعرها قصير ما بتعملش مشاكل زي القطط الشيرازي، لان القطة الشيرازي برطة زيادة عن اللزوم فممكن بتخبط في حاجة. دي بنت، عندنا ولد وبنت سيامي زي ما انتم شايفين العينين بتبقى زرقاء، الشكل زي ما انتم شايفين، الودن سودة، الديل اسود. دي كمان بنت، عندنا ولد وبنتين كمان. نشوف القطة الثالثة والاخيرة بنت، عندنا 3 بنات وولد زي ما انتم شايفين، الشعر القصير، الودان السودة، العينين الزرقاء، البوز البني اللي اسود، الاطراف السودة، الديل الاسود، كل ده السيامي الاصلي. وكمان معانا الهيمالايا، الشعر الطويل الكثيف الكارثة ده، كل ده موجود عندنا في محل كوكتيل. للتواصل 011 40 80 70 60. العنوان بتاعنا شارع عبد السلام الشاذلي بجوار الكوبري العلوي، محل كوكتيل لعصافير الزينة وأسماك الزينة والحيوانات الأليفة، مدينة دمنهور، محافظة البحيرة. طبعا كمان عندنا القطط الشيرازي البيضة، عندنا القطط الشيرازي البيضة. أنا عايز أوريكم عندنا كمان الجراوي الجريفون الشقية جدا، قاعدة تلعب وخلاص أهي. أيوة شايفين شايفين، عايزين بيلعبوا مع بعض لعب إيه. كل دول موجودين عندنا في محل كوكتيل بدمنهور. للتواصل 011 40 80 70 60. شايفين الهيمالايا نطت من فوق ازاي ونزلت؟ تعالي تعالي، انت ايه اللي موديك هنا؟ شايفين دول قططنا في مدينة دمنهور. زي ما قلت لكم يا جماعة نهتم بالقطط، نبعد عن اللبن ونبعد عن الزبادي، لان في ناس ما زالت بتغلط الغلطة الصعبة دي وتحط لبن جاموسي وتحط زبادي، وده اكبر غلط للايه؟ للقطط. ناكل قطع سمك، قطع لحمة، قطع فراخ، وديت افضل حاجة للقطط. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.